مرحبا بكم. في أحد القنوات الروسية على موقع يوتيوب تم نشر 2 من المقاطع المصورة، حيث يقوم من يظهر بالمقطع بإجراء تجربة مقلقة للغاية. لقد أحضر بيض الدجاجة وقام بحقنها بسائل منوي بشري، ثم تركها في مكان دافئ ومظلم بين 20 إلى 40 يوم. بعد هذا الوقت ظهر كائنا غريبا يسمى هومونوكولو. تم استخدام هذا التعبير لأول مرة بواسطة الكيميائي السويسري تيراستو باريسلاو. هو مشهور نظرا لما يقال أنه كان الأول الذي توصل إلى تحويل الرصاص إلى ذهب، كما أنه كان الأول في تخليق الهومونوكولو. وطبقا لما وضح، فقد توصل إلى ذلك من خلال خلط الكربون بالزئبق بالإضافة إلى أجزاء من جلد وشعر الإنسان، ثم دفن هذا المزيج محاطا بروث حصان. وبعد مرور 40 يوم ظهر من الأرض شكلا بشريا يبلغ طوله 30 سنتيمترا. أما أسوأ ما في الأمر فهو أن صاحب القناة كان قد قرر الاعتناء بهذا الهومونوكولو، وأول ما فعل هو وضعه في برطمان مع مياه وسكر حتى يتغذى. مر شهر وكبر هذا المخلوق وبدأ في تناول اللحم، وقال هذا الروسي أنه سيربيه حتى يصل إلى سن البلوغ. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.